يا شيخ بكار، أنا شخص مكان إقامتي الدائم في القصيم، ثم أذهب أحيانا إلى الرياض لزيارة الأهل، ولي مثلا غرفة هناك وأجلس عندهم يومين ثلاثة أيام، فهل يحق لي أن أقصر الصلاة إذا صليت منفرد؟ وهل يعني يحكم حكم المسافر؟ نعم، حكمك حكم المسافر، لأن وطنك هو القصيم، وزيارتك لأهلك زيارة المسافر. ولهذا قصر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان بالأول ساكنا فيها، له فيها دور، لكنه لما هاجر صار وطنه المدينة. فأنت إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مسافر، ولكن يجب عليك أن تصلي مع جماعة ما دمت أن سمعت الأذان وعلمت مكان المسجد. إنما لو فاتتك الصلاة فلك أن تقصر، وكذلك لو كان عليك جوارب فلك أن تمسح ثلاثة أيام، وكذلك لو كنت في رمضان فلك أن تفطر. نعم نعم شيخ.